حبايبي جريد 5، تعالوا نراجع برضو اللي قلناه في اكسرسايز 20 و21 و22، بس كان بالتايمز. يعني ايه يا مستر كان بالتايمز؟ يعني انا حبيبي الحصه اللي فاتت قلت لو معايا ليتر عايزه ملي ليتر تقول لي اعمل تايمز 1000، وكنا ساعتها لما نلاقي بوينت بحرك البوينت للرايت 3 موفز. مين زيها قال لي لو كان معايا كيلو جرام وعايزه جرام برضو نعمل تايمز 1000، وكمان قلنا لو معايا كيلو متر وعايزه متر هنعمل بس حبيبي 1000 برضو. اهدوا حبايبي، نعيد تاني، انتوا نمتوا مني. لو معانا وعايزه نعمل 1000 بس، اهدوا عشان ما اسمعش غلط. لو معانا كيلو جرام وعايزه جرام اعمل كلهم نفس العيلة. لو معانا وعايزه اعمل طيب شكرا. بص بقى معايا لو سمحت، النهارده حصتنا بنعمل العكس. لو معايا مليليتر عايزك ليتر، الصغير عشان يبقى كبير اعمل ديفايد 1000، وديفايد 1000 لسه شرحينها ان انا اتحرك للشمال كم موف؟ 3. يبقى دي 1 2 3، يبقى دي 0.712. كمان مره، الدروس اللي فاتت كان تايمز بتحرك للرايت، درس النهارده ديفايد اتحرك للليفت، اتحرك للليفت، وعشان تايمز 1000 او ديفايد 1000 اتحرك كام؟ 3. تعال نقول بقى الثانيه، انت سنتيمتر عايزك متر، اقول له استنى، زمان قلنا يا متر لو عاوزك سنتيمتر اعمل ايه؟ قال لي تعمز تايمز 100. معرفش القلم قطع ليه، تفتكر القلم بيخلص؟ طبعا لا، امسحها يا مستر واكتبها من تاني لو سمحت. يلا نقول مع بعض حبيبي، لو معايا متر وعايزه سنتيمتر اعمل تايمز 100. ليه ساوزن؟ مش عارف انا، ما انا بسمع على فكرة. طب نسمع حبايبي، عيلة الساوزن التلاتة دول وخلصوا، عيلة الثاوزن لا، ما اقولش كده، اقول الليتر والكيلو جرام والكيلو متر دول بتوع الثاوزن. عيلة الهندرد اللي هي دي، لو معايا متر وعاوزك سنتيمتر. شكرا. تعالى بقى النهاردة بنعكس، لو معايا سنتيمتر عايزك متر تقول لي بعمل ديفايد 100، بس كده. كلمة ديفايد 100 تقول له اجي من الرايت اجي من اليمين واتحرك كام؟ 2. ادي 1 2، يبقى هاجي هنا يا مستر تبقى الانسر بتاعتي 2 5 3. مش مهم عندي النطق، يهمني انا هتحرك للشمال كام خطوة. تعال نعيد تاني، انت ايه؟ كيلو جرام. وعايزك ايه؟ جرام. يعني انت الكبير ولا الصغير؟ الكبير. كبير، يبقى اعمل تايمز ولا ديفايد؟ ديفايد. تايمز. طيب لما بنقول مع بعض بنلخبط بعض، نعيد تاني ومحدش يقول مع حد تاني. ركز في سؤالي، معايا كيلو جرام عايزك جرام. اسمع حبيبي، كيلو جرام، كيلو متر، ليتر، دول الكبار، دول اللي عامل لهم تايمز 1000. لو عايز اجيب بقى من الصغير جرام، ملي ليتر، متر، اعمل ديفايد 1000. نعيد بقى، انا معايا الكيلو جرام، كبير ولا صغير؟ كبير. اعمل تايمز ولا ديفايد؟ تايمز. تايمز كام؟ 1000. شكرا. اسمع بقى اللي جايه دي، تايمز 1000، يبقى انا هاخد البوينت دي اتحرك للرايت ولا للليفت؟ للرايت. للرايت. تايمز يبقى للرايت، تايمز يبقى للرايت،
تايم از يبقى للرايت، ديفايد يبقى للليفت. اقعد كرر حبيبي، تايم از للرايت، ديفايد للليفت. طب انا معايا 1000 يبقى هعمل كام خطوه؟ 3. اسمع بقى، انا معايا 5 بس، يبقى انا عايز كام خطوه تاني؟ 3. عايز 2، ما عنديش ازود، يبقى هنا 7 ودي 3 ودي 5 ودي 2 0. ادي مسالتي. طب معلش نقول تاني، بص معايا يا حبيبي، لان درس النهارده محتاج انك تحل بصوت مش يلا بكتبه بس. معايا كيلو جرام، عايزه جرام. انت الكبير ولا الصغير؟ الكبير. يبقى هعمل تايمز ولا ديفايد؟ تايمز. كام؟ 1000. اروح بقى هنا، انا معايا بوينت، احركها للرايت ولا للليفت؟ للرايت. كام موف؟ 2 3. اخر كلام 3. بس انا ما معيش منه بغير واحده، يبقى احط من عندي 3. يبقى دي 7 3 5 ودي 2 0. طب كمان واحده يا مستر، بص معايا بقى، ملي ليتر متر. اصبر بقى، دي لعبه ما بتجيش كتير، عايز افهمها لك. بص بقى معايا، لو انا معايا متر بحوله سنتيمتر الاول بتايمز 100، والسنتيمتر احوله مليمتر بتايمز 10. معلش قولوا معايا دي اخر حاجه، مش هدي تاني. لو معايا متر عايزه سنتيمتر اعمل سنتيمتر. التحويله بقى الثانيه، بص بقى، سنتيمتر عايزك ملي تايمز الجديد بقى. لو معايا، بص يا حبيبي، لو معايا متر عايزه ملي ليتر على طول، يبقى انا هنا ادي 100 وهنا 10، يبقى تايم 1000. عشان كده دي، ما انا سامعك صدقني. نقول تاني، اسمع بس، متر عايزه ملي متر، تقول له استنى الاول المتر اخليه سنتيمتر بكام؟ والسنتيمتر يبقى مليمتر بكام؟ 10. كلهم على بعض يبقوا كام؟ 1000. على بقى لمسالتنا، مليليتر لمتر، لازم تعرف الملي هو الصغير، يبقى اعمل تايمز ولا ديفايد؟ ديفايد. الصغير ديفايد، الكبير تايم، يبقى انا هعمل ديفايد. ديفايد كام؟ لما يبقى ديفايد اتحرك للرايت ولا للليفت؟ كم خطوة؟ 3 1 2 3. يبقى هتيجي يا مستر البوينت بعد الفايف وادي التو. ادي دول الافكار اللي انت لازم تتدرب عليها في البيت على كل المجموعة دي، اللي هو اكسرسايز نمبر 8. انا هعمل ستوب. طب اسمعوني بس بالراحة حبايبي، جريد 5، علشان اتأكد ان انا فهمت الدرس لازم احل الاكسرسايز ده. هو ده أسئلة الامتحان، هو ده أسئلة الامتحان اللي أنا هديهولك دلوقتي، وعشر جمل 10 جنيه. وديني هتمنى لك كل التوفيق، all the best.